كنكونوا مجموعين كان كتكون عندنا شي مناسبه ديال المسلمين حنا الجيران كنقوموا بالواجب اول واحد كيصبح كيقول لك كيفيق مع صباح امتحانات اللي كنت غادي نقولها هو قالت السيده غير بعفويه جارته سي مصطفى الله يرحمه عانى مؤخرا من نوع من التهميش نوع من الاقصاء فنان كبير عطى بزاف خصنا نسولو على فنان غبر نسولو عليه نسولو على احواله نسولو على صحته غنبقى فيا الحال لانه حنا كنعيشو في مدينه وحده ما نسولوش على بعضياتنا حتى كنسمعوا خبر بحالنا بحال البراني انه راه السي توفى واش كان مريض واش كان في الاعلام المغربي فين هو الاعلام المغربي يسول على واحد الفنان شافوه غبر يسولوا عليه كي دايره ظروفه كي دايره صحته كي دايره احواله راه ماشي كنقولوا ملي الماديات ماشي الماديات غير نسولوا على بعضياتنا و الله يرحمه كان فنان كبير فنان اللي عطى الشيء الكثير انا اخر تجربتي معاه هي بنت مقفة بيران اللي جوله كانت ناجحه وكنعطيها واحد النفس كنعطيها واحد القوه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن الله يرحمه ويوسع عليه لا هو مر من ظروف اللي هي توفى فيه الابن ديالو بحادثة سير ومن بعدها توفت الزوجة ديالو فولا كيحس بواحد نوع من هو بحال قلتي اعتزل بحال اعتزل ماشي اعتزل فنيا ولكن هو بحال جرسو انعزل جاتو نوع من الكآبة لأنه ما بقاش كيتواصل مع الأصدقاء ديالو ما بقاش كيتواصل مع الناس ولكن هذا الشيء ما كيعطيناش أنه ما نسولوش فيه حنا حتى حنا كله ظروفه كله والله كاين إكراهات ولكن ملي جا الخبر ديال الوفاة يعني صراحة جات قاصحة قاصحة الله يسمح لينا ويتجاوز عنا وصافي الله يرحمه كان فنان كبير كان إنسان ذو أخلاق عالية وعزيز النفس وما تيرضاش ولله ما أعطى ولله ما أخذ عباد الله هذا الراجل راه كان واحد الراجل اللي يعني كان بحال كان بان لهاش بحال كان في بلاصه بانه كان الرجل الطيب الا خدمتي معاه كتحس براسك خدام مع واحد الجبل واقف حداك الراجل اللي كيوريك اللي كيقول لك ها كيفاش ديرها اش كيفاش تقول يعني عمر دا سوكين ما سمعنا منه كلمه ديال العيب انا راه دا سوكين كيعرفني وانا دريه صغيره يعني باقي ما كنمثل ما والو انا دريه صغيره كبرنا حداه خدمت معاه و يعني بقى نقول تنعيه ما غنوفيش حق السي مصطفى الدسوكين فلله ما اعطى ولله ما اخذ الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من اهل الجنه ويثبتوا عند سؤال يا ربي غير هي بحال اللي قالت لاله زهيره راه ماشي تا يموت الواحد عنده ونقلبوا على بعضياتنا اجي راه فلان مات ولا اجي راه الاخر باقي مريض تسولوا على بعضياتنا وحنا باقيين بالحياه باقيين كنمشيو ونجيو ما تكرمنيش وانا ميته كرمني وانا بالحياء ماشي تعطيني الفلوس راه التكريم ماشي هو الفلوس التكريم هو انك كتكبر بيا راه المعنويات اكثر من الماديات فشكرا لكم كاملين وشكرا على حضوركم وشكرا على الموقف ديالكم شكرا لكم المرحوم ما نقول فيه اللي بغيت نقول ما نوفيش حقه ما نوفيش حقه ونقول اللي بغيت نقول فيه ما غنوصلش لذاك الشيء كيفاش كان الدسوكين الهرم الكبير ديال الكوميديا يعني واخا تكون ما عرفت حالتك كيفاش دايره بالحزن ولا هادي كيضحكك كيجبد منك الضحكه سواء فوق الخشبه سواء معاك يعني انسان اللي من الفنانه الكبار كان ممثل رائع كوميدي رائع يعني كان نجم فوق الخشبه انا خدمت معاه في كاري حنكو كان النجم الاول في ديك اللحظه وفي ذاك الوقت كله كان هو النجم الاول ديال الكوميديا ما كان يساويه حتى شي حد من موراه جو ممثلين ما نكرهمش كوميديين راه بزاف اللي كانوا هذا وباقي الحمد لله الله يطول في عمرهم وكان كانت الابتسامه ما كتحيدش من فمه كان
فوق يعني من تنكونوا خدامين معاه، ماشي النوع اللي كيبقى يتبوزاق. ولا كاينين شي وحدين دابا غا باقي نهار صغار وكتلقاه كيجي يخدم معاك وكيبدا لا انا بغيت هادي، لا انا باغي جيبوا لي، ولا شي وحده تقول لك جيبوا لي بغيت ناكل هادي لا بغيت هادي. حنا داك الجيل ديالنا كله ما عندوش هذاك الشيء، يعني كيكون بحاله بحال جميع الناس. يعني ما كانتش متطلبات عنده ولا هذه، كان بسيط جدا. شوف هو اسمه غيبقى خالد، واحد المجموعه مجد الله يرحمه شكون اللي ينساه، سعد الله شكون اللي غينساه، خديجه اسد شكون اللي غينساه، سلامات شكون اللي غينساهم، طيب صديقي شكون اللي غينساه، يعني واحد المجموعه والليسته طويله جدا، نور الدين بكر شكون اللي غينسى هاد الناس، هادو دخلوا للتاريخ يعني ما كاينش اللي غيحيدو. والله يرحمهم والله يعطي صحيح اللي باقي واللي مريض الله يعطي صحيحته ويشافيه ويوقفوا لوليداته والجمهور اللي كيتسناو فيهم يا رب. خويا اش غنقول لك، حنا انت كتشوف هاد الوقفه اللي هي حزينه، وقفه حنا متاثرين بزاف بالفراق سي الفنان العبقري الكبير الفنان ديالنا اللي اليوم كنودعوه الوداع الاخير، سي مصطفى الدسوكين، عملاق الكوميديا وعملاق الاخلاق وعملاق الفن، وما سخنا شيء به، والله عطاه والله دا، ورحنا بكل صراحه واقفين متاثرين وما نقولوش بقى فينا، رحنا تقطع لينا النص ديالنا لانه دوزنا معاه وقيت وكنا كنعيشوا يعني عشت الفنان الكبير المحترم، صاحب العطاء، صاحب الاخلاق، صاحب الاداء، صاحب المعامله، واليوم كنودعوه رحمه الله وكنعزي الجمهور ديالو المغربي والعائله ديالو، انا لله وانا اليه راجعون. شكرا لك. حنا افتقدنا واحد السيد هرم من اهرام، كان ممثل من احسن الممثلين، من غير ممثل جار لوسي، كان جوعت لوسي كيتهلا فينا كيتهلا في الوليدات ما كيخلي ما يدير عليهم، كنطلبوا منه صور وليداتنا كيتصوروا معاه. افتقدنا واحد الهرم من احسن هرم، والصراحة ما عمرناش شنو ممثل شنا جا عنده ولا طق عليه ولا سول عليه ولا أي واحد، عمرنا ديما حنا كنجيو ديما هو بوحدو، عمرنا شي واحد شفنا جا عنده ولا شي حاجة أبدا. صحته مزيانة ديما كنجيو عنده، صحته مزيانة كيلعب مع الوليدات كيتحكم مع الوليدات، صحته مزيانة عمرنا عرفناه مريض، ديما صحته مزيانه يضحك مع الوليدات يلعب مع الوليدات. حنا كاع كنغبروا عليكم كنا مجموعين حيت الدار ملاصقه مع الدار، يجي يدق علينا يجيب لنا شي حاجه الصراحه الله. ممكن حنا يلاه سكننا هنا مده شي 3 سنين دابا ولا 4 سنين باش سكننا هنا، ما حضرناش المود ديالو، ولكن ممكن يكون اثر في المود ديال الزوجه ديالو هي الاولى، بعدا عاد المود ديال ولدو ممكن يكون اثر فيه. هو من اطيب خلق الله، ما عمرنا شنا عليه شي حاجه خايبه، ما عمرنا حتى شي حاجه. مزيانه صراحه الله، مزيانه علاقته مع الجيران، متواضع جدا جدا متواضع. الله يحفظك. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.